33.6 مليار ديال الدرهم. ما تسناش حتى ولا العمده من الحزب ديالو عاد باش وفر هاد الفلوس كامله. اليوم الامر صادف انعقاد الدوره الجلسه الثانيه من الدوره ديال الماي واللي كانت فيها اشكاليات كبيره كتتعلق بتسرع واستعجاليه العمده ومن معها في تبرير مشروع برنامج العمل، رغم انه كانت فيه كان اول ما استكملناش الدراسه ديالو على مستوى اللجان، ما توصلناش بالوثائق كامل اللي كنا نطالبوا بها، خاصه من هذا الجزء المتعلق بالتشخيص. كانت عندنا ملاحظات كتتعلق باخلال بمبدا التشاركيه، كانت عندنا تساؤلات كبيره ودقيقه متعلقه بالتمويل امام غياب هاد المعطيات كامله وغيرها، وحتى الصياغه ديال المشروع والاشكاليات ديال العداله المجاليه والى اخره. بطبيعه الحال الاستعجاليه باش بغاو يمروه ضدا على رغم انه ما استكملناش الدراسه ديالو جعلنا نكونوا مضطرين بالتصويت عليه بالرفض. بطبيعه الحال ايضا كان الموضوع الاساسي الاخر هو المتعلق بهذاك الشيء ديال المراجعه ديال عقود النظافه اللي احنا بالنسبه الينا اكدنا مبدئيا على انه احنا مع تحسين الخدمات، واكدنا على انه المجلس كان بامكانه انه يطلق صفقه عن طريق كازا بيئه، لانه كاين اتفاقيه في الموضوع وكاين التمويل ديال الداخليه وكاين التمويل ديال الجهه باش تكون صفقه خاصه بالنقل والجمع ديال النفايات الهامده اللي هي ماشي اختصاص ديال الجماعه. الوغ كو هما خلاو هذا الشيء اللي هو موجود وما جاوبوناش علاش مبغاوش يكملوه، مشاو باش يديروا مراجعه ديال العقود باضافه هذه الخدمه للشركات الحاليه، رغم انه القانون التنظيمي والقانون ديال 28.00 كيجعل هذا الموضوع ماشي اختصاص ديال الجماعه، وبالتالي لا يمكن تدبيره عن طريق التدبير المفوض بصفه مباشره من طرف الجماعه. وثانيا كاين فيه الاخلال انه هذه المراجعه كتعارض مع كناش التحملات اللي سبق المجلس الصادق عليه، مما يجعلنا في وضعيه اتفاق مباشر تخل بقواعد الحكمه الجيده.